الكبسولة دي عشان حبايبنا بتوع السيلز وعلاقة الوين وين بينهم وبين العميل. ثلاث حاجات عشان تكون ممثل مبيعات شاطر بأقل مجهود ورغي. واحد، وجه نظرك للتوفيق الطالب بالمطلوب وما تكونش عبد للكوميشن وتخليها تسيطر على تفكيرك. اتنين، اوعى تكون حافظ مش فاهم وبتردد السائد واللي بيتقال في السوق من غير تفهم وبحث ودراسة. لو العميل حس انك بتردد الكلام وخلاص وبدون تمكن وانك مش top of your game، انت حرفيا خسرت الديل في اقل من 3 دقايق، ان ما كانش اقل من كده بكتير كمان. تالت حاجة، ابعد عن خرافة الاوهام وعبارة بيقولك وده اللي ماشي في السوق والاتيتيود بتاع ان العميل مش ذكي. ابني سعيك على داتا ومعلومات حقيقية وبراهين لكسب الثقة، وحتى لا تبخس الناس أشياءهم حتى لو من غير قصد. وافتكر دايما، خاب من كان السوق سيده ولم يكن هو سيد السوق بعلمه وبوعيه. وخليك فاكر، لو انت فاكر نفسك شاطر اكيد هيجي الأشطر منك، ويا حظك العسر لو وقعت مع عميل فاهم ومثقف في مجالك. See you later alligators. أشوفكم هناك.